نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية شاملة مجانية إلى قرية المحسمة بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية مبادرة رئاسية حياة كريمة. وقدمت القافلة الكشف الطبي مع صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية، حيث تضمنت القافلة مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان بالإضافة إلى مواد تثقيفية وصحية. طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع جامعه قناه السويس، تم عمل قافله طبيه في مركز ابو صوير في مدينه في مركز المحسمه، وتضم عدد كبير من التخصصات الطبيه، 11 تخصص وصيدليه طبيه عشان اهالينا وناسنا في مركز ابو صوير.